راني هنا في بلاس فيكتوار العربي بن مهيدي عند لي زاركاد، راك تشوفوا اللي هي لي بوس الأونز، البوس أونز كي يقول بلاس فيكتوار، هيا لا نهود نيشان مع التهويده اللي يهود منها البوس الأونز، راك تشوفوا الطريق هيا لهنا، مين هود راني واقفه تحت عليها وين يدور البوس الأونز، راك تشوفوا هيا لهنا التهويده تاع البوس الأونز، منا الكوتي اللي منا وراني حاطه صبعي من كاين ديك باطيمه طويله تما لا غوخميس تي عليها وتروحوا لا باستي، وكوتي الزواج طريق يقولها طريق الكونسول، حنا ما ناش رايحين من تما، حنا غادي نروحوا منا من الجهه الزوجه. وين راني دايتكم حبيباتي لاول مره وحصريا على اليوتيوب وغادي تشوفوها غير على قناتي، راني دايتكم جوله لمارشي ميشلي. كما قالك راه مرشي قديم بزاف في ولايه وهران، كما قالك تاع الهند القديم اللي هو متواجد في ظهر سويام تريبولي، اللي هو كاتبين متوسطه التهذيب. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله قاع تكونوا بخير وتكونوا غايه وصحتكم تكون مليحه وتكونوا في احسن الاحوال، وانتم تفرجوا في هذا الفيديو. جيت اليوم وجبت لكم هذه الجوله، ان شاء الله هذه الجوله تنال اعجابكم. على بالي حبيباتي ما تخلعوش في الدقائق تاع الفيديو، على بالي هذا الفيديو راه فيه 54 دقيقه، مي اليوم من درت لكم هذه الحاجه حصريه وجبت لكم كاع شكاين في مارشي ميشلي شاركته معاكم، باسكو انا واختي نورمالمون اختي اللي نوجه لها تحيه راه تسمع فيا دروك، حنا من عشاق مارشي ميشلي ملي كنا نسكنوا في سيد الهواري، وكنا فوتو بون كنا كنخدموا فوتو عليه، كنا نشرو من عنده توجور نشرو ماكياج من عند تما، روايح لي شامبوان. المهم مارشي ميشلي حاجه شابه بزاف، فيه لي برودوي دو لوكس، ما تامنوش عقلكم. المهم اللي ما تعرفهش ولا اللي مازال ما راحت له نقول لك روحي وما تراطيش، معليش راني ديتكم دينا جديده، ديتكم بزاف بلايص، هاد الخطره قلت والله العظيم نديكم الميشلي. ابا رحت كيما قال لك درت له نهاره ورحت ودرت فيه قنت قنت ما شاء الله، شاب شان نقول لكم الشيرات، شوفوا كاع لي خدموا تما بالواحد اللي نوجه لهم تحيه الا راهم يشوفوا في الفيديو، باسكو كاع ابوناوني ربي يحفظهم ان شاء الله، اللي نوجه لهم تحيه كبيره الله يبارك ما شاء الله، كاع لي خدموا تما بالرجال بالشيرات اللي خدموا تما ما شاء الله، ما عندي ما نقول لكم، يعرفوا عندهم معامله مليحه، لباقه، حسن الكلام، الله يبارك ما عندي ما نقولكم. المهم حبيباتي هنا كيما راكو تشوفوا هذا مرشي ميشلي شافيه كيما شفتوا هو تهودو الدرج كي شغل هو ما جايش باين، هو على بها كاين سبحان الله كاين اللي جدد في وهران كاين اللي ما يعرفوش نورمال، راني وريته لكم. وخطره الجايه ان شاء الله نبدا لكم ندي طاكسي ونبدا لكم الطريق من من ليسي باستور من رومبوا تما عند سونال غاز ونجي طالعه باش تعرفوا الطريق غايه. المهم ان شاء الله نتوما عاودوا فيديو من الاول يعني من الديبي باش تفهموا الطريق كيفاه نعدتها لكم. المهم هذا المارشي شافيه كيما راكو تشوفوا فيه المحلات، هذا ماشي حانوت واحد، هو مجموعه محلات لداخل كل واحد حانوته وحده، انا سيت صورت لكم كاع المهم صورت لكم كاع الحوانيت شافيه، فيه محلات تاع لي زاكسيسوار لي ميجو فانتيزي، فيه السوايع، فيه تاني اللي تبغي تخدم اللي عندها ساعه ولا تبغي تخدمها تبغي تخدم لها البراسلي ولا البيلا عندهم، فيه تاني اللي تبغي تثقب ودنيها كاين تما وني تثقب الودنين يبيعوا تاني، كاين حانوت نتاع حاشاكم لانجوري، كاين تاني حوانيت تاع الماكياج اللي تبغي كيما لي برودوي اللي تبغي لي برودوي لي ديودورون لي ماسك الماكياج كابا عندهم، وعندهم تاني نورمال، كاين تاني لي كادو كاين الحوانيت تاع لي كادو. المهم نتوما كملوا الفيديو الاخير باش يعني باش تشوفوا غايه بالديتاي شا كاين، كاين تاني الحانوت يبيع لي جوي يبيعوا لي لونات، قلت لكم السوايع لي بوشيت تاع البورطابل كاع الانواع ما عندي ما نقول لكم انا بداك عوروني، كاين تاني زوج حوانيت تاني يبيعوا القش تاع الخرجه لي غوب تاع المحجبات اللي ماشي محجبات، عندهم تاني قش كابا كيما لي بو حاجه تاع امبورطاسيون حاجه لوكس، عندهم تاني زوج شيرات يخدموا فيهم ما شاء الله ما عندي ما نقول لكم، وكاين تاني الخمارات كاين لي ساك
وتاني كاين لي ساك اوريجينال كيما يبغوا، كيما اللي يبغوا ساك دو لوكس تاع 500 600 الف، ما شاء الله راه كاين. لي بورتموني كذلك، اللي يبغوا حاجه غاليه ولا حاجه مؤشر راها كاينه. المهم كل شيء كاين. وكاين تاني واحد العام اللي نوجه له تحيه، ربي يحفظه ربي يطول في عمره، هو كوردوني تما، على بالكم ما من وين تما مازال ما شفت كوردوني، شحال من عام مازال ما فت وشفت كوردوني عاد كاين. كاين كوردوني تما اللي هو يخدم، يعني يخدم حاشاكم صبابات يكوليهم يسمرهم، ويخدم تاني يخدم لي فيرميتور كيما لي فيرميتور تاع لي فيست كوير، لي فيرميتور تاع لي فيست على فورير. المهم عنده كل شيء، نوجه له تحيه. كاين تاني محل اللي يبيع الفضه، كاين تاني حانوت يبيع حاشاكم لي بوكسر تاع الشاشرات قشيرات. المهم كاين كل خير. انا ننصح اي وحده، نقول لكم روحوا بدلوا شويه، روحوا لميشلي. المهم اللي هو متواجد جاي في سونتر فيل، تقدروا تدخلوا له من العربي بن مهيدي، قلت لكم من بلاس فيكتوار وين يفوت البوس 11 ولا 101، كي يقول لاري تاع بلاس فيكتوار. المهم كاين لي زاكات تهودوا معاها، كي شغل 11 راه مهود باش يروح الفاليرو. وعندكم تالي تقدو تجو مخميستي، اللي يجو مخميستي ولا ملاباسي تطلعوا غي نيشان، غادي تلقوا الجاردن تزيدوا تطلعوا هو جاي حدا قهوه، ولا كاع لو ما عرفتوش سقسوا قولوا لهم غير وين مارشي مشلي. وتاني تقدو تدخلوا له من فروند مار، المهم هو كاين شحال من طريق تدخلوا له منها. المهم حباتي سمحوا لي طولت عليكم، المهم حباتي خليتكم الانستغرام تاعي اللي هو بت الباهيه حفوظ، و ما تنسوش لي بات تواصل معايا فيه وابونوني فيه، وما تنسوش ابونوا القناة تفعلوا زر الجرس ليوصلكم اي جديد نحطه، وما تنسوناش ابلي جيم والكومنتير والبارطاج الى عجبكم الفيديو. وهنا حبيباتي لقيت محل هنايا تاع محل تاع الاكسسوارات اللي هو اكرم بيجو، عبالكم هذا اكرم بيجو والله ما قلته هنايا، هذا خطره ما نش عارفه. المهم اللي تبعوني خطره بالك راكو عاقلين، طوابل كانوا كاينين طوابل تاع لي زاكسسوار في مدينه جديده، وكان هو كان شغل كندير بروموسيون شابه عاملي فات في الصيف، وكان يليكيدي في السلعه، وصورت لكم عنده تبراح شغل، خليت لكم باللي هو كان يبرح، كان يبيع لي شابو ويبيع لي زاكسسوار. اما لا اليوم تلاقيته في مرشي ميشلي، رحل ثلاث حوانيت تما، زوج حوانيت تاع لي زاكسسوار وحانوت واحد يبيع فيه لي لونات. المهم خليت لكم دوك يظهر لكم حساب الفيسبوك تاعه اللي هو اكرم بيجو، وحساب الانستغرام تاعه اللي هو تاني اكرم بيجو. المهم حبيباتي خليكم تكملوا الفيديو تاع الاخر، نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في جوله جديده ان شاء الله، وما تنسونيش ابون القناه حبيباتي، وحفزوني باش نجيب لكم جديد، وان شاء الله راهم جايينكم ان شاء الله فيديوهات جديده ومحلات جدد وسلعه ما عندي ما نقول لكم. المهم حبيباتي خليتكم على خير، تهلاو في رواحكم وسلام. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.